مع لعيبتنا لسه المستقبل اللي فات. خلاص زي ما انت قلت يا كابتن بيبو كتب في التاريخ، نقول للكل اولي الامور واللعيبه نقول لها ليه الامر الحقيقه بيبقى عليه او ليه دور مهم جدا جدا في اي بطوله، لان هو اللي بيأهل اولاده منذ الصغر يعني ازاي يبقى بطل وازاي يعني بيتعب جدا ولي الامر دوت ان هو ازاي يعني بسبب ان يكون ابنه دوت بطل او ابنه الرياضي بيكون ليه دور كبير جدا، بياخد من وقته بياخد من حياته بياخد من صحته وبياخد من قدراته حتى انه يعني بيبقى ليه ازاي يجهز ابنه. فانا الحقيقه اي بطوله لازم ولي الامر او لازم اللاعب يشكر ابوه وامه لانهم الحقيقه هم ليهم دور كبير جدا في البطوله. احنا كمان لازم نشكر كل اولياء الامور، عشان كده احنا كنا حريصين جدا ان احنا نتصور معاهم النهارده. اللي جاي لسه مطلوب منهم كتير قوي اللعيبه ومطلوب كتير قوي لسه يا كابتن بيبو. ده اي بطوله بتخلص دي تاريخ كويس، اللي جاي بقى خلاص ننسى اللي فات وبيفكروا في اللي جاي. شكرا لك. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي التواجد والحضور والدعم الكبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لاولياء الامور للاعبين للجهاز الفني للاداره، مجهود كبير بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن الفتره اللي جايه زي ما كابتن بيبو قال لكل اللعيبه وكل الجهاز، الفتره اللي جايه لسه اصعب، كل اللي فات خلاص دخل. شكرا جدا يا كريم.